السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في حلقة أخرى من برنامجكم مجربات من الطب البديل في هذه القناة الصغيرة، قناتكم الحقيقة الصادقة. كونوا معنا إن شاء الله في موضوع اليوم. اليوم إن شاء الله بدنا نتحدث عن الكركم. كثير مواقع وكثير على الفيسبوك على اليوتيوب يتحدثوا عن الكركم وعن الكركمين، لكن الناس مستهينة في هذا الموضوع، مستهينة في فوائده العلاجية. الكركم إخواني متفق من البداية إنه عبارة عن كورتيزون طبيعي. الكركم كورتيزون طبيعي، ماشي إخواني الكرام. الآن له فوائد علاجية كثيرة، عشان هيك زمان العجايز والختاير زمان كانت الأمراض قليلة عندهم، لأنه بيعتمدوا على الغذاء من الطبيعة وبيعتمدوا بشكل أساسي على الكركم، يضعوه في جميع موائدهم. لو بدي أعدلكم الآن القائمة اللي أنا أعديتها في النتائج البحثية التي تم التوصل انه الكركم يساهم في علاجها، مش هتصدقوا قد ما له فوائد علاجية كبيرة جدا. اول شيء الكركم بدنا نعرف انه من فصيلة الزنجبيل، له قوة علاجية مخيفة جدا، لانه مثل ما اتفقنا هو كورتيزون، يساعد على تسكين الآلام، يساعد على تسكين الآلام. ايضا يكافح الخلايا السرطانية، يكافح الخلايا السرطانية، لكن بدنا نعرف الطريقة اللي نستخدم فيها الكركم. أيضا مفيد لمرضى السكر، السكر اللي معهم سكر أو سكري عافانا الله وإياهم، من إيش بيعانوا؟ خلل في البنكرياس، البنكرياس ما بيستطيع يقاوم الأنسولين. الكركم يساعد على تنظيم عمل البنكرياس ويساعد على إعادة التوازن الطبيعي لعمل البنكرياس. جربوها مرضى السكري، ما راح تخسروا شيء. أيضا يساهم في تنظيف الكبد، البنكرياس عفوا الكركم يساهم في تنظيف الكبد. أيضا اللي عنده مشاكل في القولون العصبي، وتحدثنا في فيديوهاتنا السابقة عن الكركم يساهم في تخفيف آلام وأعراض القولون العصبي. أيضا من الفوائد العظيمة جدا للكركم، مفيد لجميع مرضى الأعصاب. مثل إيش؟ مثل الزهايمر، التصلب اللويحي، مرض الشلل الرعاش اللي بيصيب كبيرين السن اللي هو باركنسون، هذا مفيد جدا ويحد من الهجمات المرضية، يحد من الهجمات المرضية اللي هو الكركم. الكركمين مستخلص من الكركم لكنه غالي الثمن، فإحنا نستعيض عنه بالكركم الطبيعي، والكركم موجود عند العطارين ورخيص الثمن، ممكن تأخذه مطحون جاهز، وممكن تأخذه عبارة عن جذور الكركم وانت تبشرها بالبيت وتطلع الكركم منها، وهذا اللي أنا بعمله. الكركم عبارة عن جذور صلبة جدا قاسية جدا، يا ريت تطحنها عند العطار بطلع لك الكركم مطحون جاهز. أيضا اللي عندهم التهاب المفاصل يستخدم الكركم. طبعا اللي بحكي فيه هذا كله أكلا أكلا، يعني كاسة ماء دافئة يوضع عليها ملعقة من الكركم بدون سكر. أنا كل وصفاتي بدون سكر، أبتعد عن السكر نهائي، نتركها 10 دقائق تامنها تتنقع، بعدين بنشربها. لو شربنا كل يوم كأس كركم صغيرة بمقدار 100 مل ممتازة جدا. كل يوم اشرب كأس بمقدار 100 مل من الكركم، وشو بعدين تحافظ على نضارة الوجه. في صابون الآن
موجود بالأسواق يسمى صابون الكركم. بتمسح منه بشرتك كاملة وبتتركه تقريبا 5 دقائق 7 دقائق، بعدين بتغسله بالماء الدافئ وبتستخدم بعدها أي صابون عادي، صابون الكركم. لا، أنت اعمل منه لبخات عندك بالبيت، اعمل منه لبخات بزيت الزيتون، ملعقة زيت زيتون، اعجنها مع الكركم لحد ما تصير عجينة وافردها على وجهك أو افرديها على وجهك وشوف النتيجة اللي بتعطيك إياها. ما بدك تغلبي حالك، صابون الكركم موجود بالسوق وبكثرة. أيضا الكركم ذكرنا يحافظ على الكبد، يحافظ على الكبد، وأيضا اللي عنده تعفنات في الكبد وفيروسات سي وبي عليهم بأخذ الكركم، يأكلوه في كل الأطعمة. أيضا كأس ماء 100 مل على ملعقة كركم بدون سكر، ونشربها يوميا إن شاء الله وفيها الشيء. أيضا هو علاج لفقر الدم، يحفز على إنتاج كريات الدم الحمراء. هذه من المعلومات عن الكركم. أيضا اللي بدي أحيطكم في علم أنه الكركم ما له أي أضرار، ليس له أي أضرار. الآن نعطيكم شوية محاذير، لكن ليس له أي أضرار. وأفضل طريقة يؤخذ بها الكركم مع عصير الخضار، يعني عصير الجزر بنضع عليه كركم، عصير السبانخ، في عصير سبانخ نضع عليه كركم، عصير الخيار، عصير البقدونس، ماء البقدونس، عصير أي أنواع خضار ضع عليها مع عصيرها ضع الكركم. هذه أفضل طريقة عشان يكون سهولة امتصاصه من الجسم إن شاء الله. أيضا الكركم قاتل للبكتيريا والفيروسات ومميع للدم. هنا نحذر الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات للدم لا يكثروا من الكركم، بدهم يظلهم كل أسبوع يقيسوا الـ INR. الـ INR هي درجة تميع الدم، بتقيسها بتشوف قديش النسبة اللي عندك. فإذا هو مميع للدم ويحذر من استخدامها للي عندهم مشاكل. طبعا المميع الدم يؤخذ للي معهم جلطات، اللي معاه جلطات وصفوا له مميعات الدم، فاللي بتناول مميع الدم يبتعد عن الكركم. المرأة الحامل والمرضع لا تكثر، يعني لو شربت كل يعني كل يومين ثلاثة بمقدار 50 ملي ممتاز. ليش؟ مش مضر إلها، مضر للجنين اللي ببطنها، مضر بطلع بالحليب، بيختلف طعم الحليب على الطفل أثناء الرضاعة. فإذا إحنا بننصح الأمهات المرضعات والحوامل وأصحاب مرضى اللي بيتناولوا مميعات الدم ما يتناولوا من الكركم. أيضا اللي عنده مشاكل في القلب، مركب شبكات في القلب، عنده ضعف في عضلة القلب، في كهربة القلب، في البطين الأيمن الأيسر، يستشير الطبيب قبل لا يأخذ الكركم. فإحنا بنحكي هذه الوصفات للسليم اللي ما عنده أي مشاكل لكنها مفيدة. يعني إحنا لما نحكي مثلا مرضى القلب لا يعني تمتنع عنه نهائيا، لو كل أسبوع أخذت لك فنجان صغير ممتاز، ما رح يعمل هذاك التأثير على المرض اللي عندك القلب مثلا. فإذا بنقتصر بالكميات، ماشي يا إخوان؟ هذول المرضى. أما الشخص الطبيعي اللي عنده مشاكل في الكبد، السكر ممتاز جدا، ودليل على ذلك اعمل برنامج عندك، اعمل برنامج لقياس السكر وشوف كيف الوضع بيكون عندك، بنخفض ولا لا مع استخدام الكركم. انت مثلا بتاخذ منظم للسكر كلوفاج، نسبة السكر عارفها قديش عندك، مثلا عندك السكر 150 160 او 200 مثلا نسبة السكر، مع الكركم بده ينزل عندك السكر. شوف وقيس واحكم بنفسك، جرب بنفسك وشوف هل هو له تأثير على السكر مثل ما بقول لك ولا لا. إن شاء الله هذه من الوصفات المفيدة جدا. طبعا أي مرض مفصلي طبعا هو يحد من هجمات الروماتيزم أو الروماتويد، اللي هي مرض زيادة مناعة بحيث أنه كريات الدم البيضاء بتصير تهاجم خلايا الجسم ومفاصل الجسم دون أي سبب معروف إلى الآن. هذا هو الروماتيزم أو الروماتويد. الكركم يكافح ويثبط من نشاط عمل كريات الدم البيضاء. وأيضا ممكن نستخدم زيت الكركم، زيت الكركم موجود عند العطارين وفي الأسواق،
ممكن نستخدمه لجميع مرضى التهاب المفاصل، واللي معهم ديسك، اللي عندهم روماتيزم، روماتويد، التهاب مفاصل، نقرس. ادهن جميع مفاصلك بزيت الكركم، مفيد جدا ان شاء الله. ارجو انه نكون وصلنا بعض المعلومات البسيطة. الدراسة عندي مليانة جدا، الدراسة اللي امامي مليئة جدا بفوائد الكركم، لكن حبيت اعملها اجزاء، يعني عشان ما اطول عليكم بالفيديو حبيت اعملها اجزاء ان شاء الله. نلتقي في سلسلة اخرى وفي حلقة اخرى من برنامج مجرات من الطب البديل. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.